تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ مستمعينا، أحب أرحب بفريق العمل معايا اليوم في الإعداد، الأستاذ يوسف سعد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والإعداد في التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما نمر محمد. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم ونرحب بملاحظاتكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ هذا الخبر مستمعينا الأعزاء، ودائما نذكر نحن مع بداية كل حلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية بخصوص موضوع فيروس كورونا، وعلينا دائما مستمعينا الاتباع بالإجراءات الوقائية والحفاظ على المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين، ولبس الكمام وغسل اليدين بشكل مستمر. مستمعينا، نستعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم. عندنا طبعا أخبار محلية، عندنا خبر عن لقاح كورونا بنتكلم عنه أكثر، وأيضا هناك خبر عن تحذير بعض التحذيرات للمرضى السكري، وأيضا هذا الخبر الشيق استخدام السبانخ في تشغيل السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، إذا في وقت إن شاء الله بنقرأ هذا الخبر. ومثل ما عودناكم دائما عندنا فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي على صفحات الهيئة وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية. ومثل ما عودناكم دائما المصطلحات الطبية، اليوم بنتكلم عن الاكتئاب. فقرة هيئة الصحة اليوم، أول فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم، بنتكلم عن التطعيم الإنفلونزا. هناك الكثير من الاستفسارات بخصوص موضوع تطعيم الإنفلونزا، بنتكلم عن تفاصيل هذا الموضوع خلال الحلقة، وأطلب من المستمعين اللي عنده أي استفسار بخصوص هذا الموضوع التطعيمات، بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام اللي ذكرناها 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. وأيضا عندنا خلال الفقرة اليوم فقرة العلاج الطبيعي، وآخر فقرة الصحة العامة، وبنتكلم أيضا عن مواضيع مهمة بالنسبة للمخالطون للشخص ثبت إصابته بكورونا، هل يحتاج إلى حجر صحي هذا المخالط، وأيضا مواضيع واستفسارات أخرى أكثر من خلال البرنامج أو خلال هاي الساعة. فخلنا نروح مستمعينا الأعزاء ونقرأ هذا الخبر. لقاح كورونا نهاية العام الجاري، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري. وقال أيضا الدكتور في كلمة ألقاها مؤخرا خلال اختتام اجتماعات للجنة التغذية، اللجنة التنفيذية المعنية بجائحة فيروس كورونا المستجد، استمرت لمدة يومين، سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح حتى نهاية هذا العام. وخبر آخر عن علامات تحذير مهمة لمرضى السكري تحدث ليلا. ينصح مرضى السكري الذين يعانون من اعتلال الأعصاب الحسية بالبقاء مستويات الجلوكوز في الدم تحت رقابة صارمة للمساعدة في منع تطور الاعتلال العصبي.
وأيضا هناك مكونان رئيسيان للتحكم في مستويات السكر في الدم: النظام الغذائي والتمارين الرياضية. وتنصح إدارة الصحة الوطنية البريطانية بما يلي: تناول مجموعة من الأطعمة بما في ذلك الفاكهة والخضروات، وأيضا الحفاظ على السكر والدهون والملح عند الحد الأدنى، وأيضا تناول الفطور والغداء أيضا الوجبات بشكل مستمر، كما تساعد التمارين البدنية على خفض مستوى السكر في الدم. مستمعين، خلنا ناخذ فقرة السوشيال ميديا. أما بخصوص موضوع استخدام السبانخ بنقرأ إن شاء الله الخبر خلال الفترة. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، ومناقشات وأحاديث وقصص وأخبار صحية مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. أستاذة أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة. نتكلم شوي، ناخذ بعض الأمور في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمنها نحن نذكر أن يوم إن شاء الله تاريخ 11 بيكون منتدى العمل الإنساني، وهذا المنتدى راح يتكلم عن العمل الإنساني في كوفيد، وبيركز على التصدي للأزمات والكوارث أثناء الجوائح وطرق الاستجابة لها، وأيضا تعزيز الصحة للفئات المجتمعية أثناء الجوائح. هذا راح إن شاء الله يكون على تيمز، رابط موجود عندنا في قناة التواصل الاجتماعي، أيضا موجود في البايو في الإنستغرام، وبنذكر إن شاء الله في نفس اليوم في قناة التواصل الاجتماعي بنحط لهم أيضا رابط للدخول مباشرة للمنتدى. المنتدى بيكون إن شاء الله الساعة 10 صباحا بتاريخ 11. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن مستمرين في نشر الوعي حول سرطان الثدي، بما أنه هذا الشهر شهر سرطان الثدي، ومثل ما قالت واحدة من الأشخاص اللي نحن يعني قابلناها، وهي يعني من الأشخاص اللي يعني تمكنوا ونجحوا في الشفاء من سرطان الثدي، كانت تقول انه يعني وايد مهم، يعني كان مهم بالنسبة لها، واللي ساعدها هو الكشف المبكر. فدائما نأكد على الجميع ان الكشف المبكر مهم، وكل فئة عمرية لها طريقة معينة في الكشف المبكر. فممكن ايضا اللي واحد مثلا ياخذ استشارة، ممكن ايضا ياخذ استشارة عن طريق طبيب لك المواطن من خلال اتصال على يعني حد موعد من تطبيق هيئة الصحة، أو اتصال على 8342. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها واللي أصلا الناس كانت تترياها، ونسمع أيضا حتى في يعني في البرنامج كانوا يطلبون يبون يعرفون تفاصيل توفر لقاح الإنفلونزا، عشان الناس ما يعني ما تخربط. لقاح الإنفلونزا هو موجود ومتوفر مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ضمن فئات المسنون فوق 65 سنة، الأطفال دون الخامسة، الحوامل وأصحاب الهمم. أما الباقين بتكون تكلفة رمزية وهي 50 درهم. ممكن الأشخاص يروحون عن طريق مركز اللياقة الطبية إذا كانوا مثلا ما يبون يحصلون موعد مسبق، ممكن يسوونها ووك إن من خلال مركز سالم الذكي للسيتي ووك، مركز أبتاون ميردث، وأيضا مركز أبراج بحيرات جميرة. ممكن يأخذون التطعيم من هالثلاث أماكن. أوقات العمل من الأحد للخميس من الساعة 7 صباحا لين 7:30 مساء. أما بالنسبة لمراكز الرعاية الصحية الأولية، لازم يكون في موعد مسبق من خلال الاتصال على 8342. يعني هاي الأشياء نحن قلناها وذكرناها في البرنامج أخوي عبد الله، لأنه صحيح كان عليها وايد استفسارات في قنوات التواصل الاجتماعي، يبون يعرفون وين يروحون، كيف يأخذون الموعد، هل في أماكن بدون موعد. فحبينا نحن نأكد ونذكر هاي الأمور في برنامج الإذاعي، لأن أكيد نفس الأشخاص بعد يعني نبغى نوصل لأكبر شريحة ممكنة. مثل ما قلنا ثلاث مراكز ووك إن، والرعاية الصحية لازم يكون في موعد مسبق. نعم،
أيضا أختي أسمع عفوا اليوم نحن من خلال فقرة خدمات هيئة الصحة بنستضيف الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة، وأيضا حوارنا بيكون معاه عن موضوع تطعيم الإنفلونزا والنقاط اللي أنت ذكرتيها، وطلبنا من مستمعينا الأعزاء أنهم يتواصلون، أي حد عنده أي استفسار بخصوص هذا الموضوع يتواصل ويانا من خلال برنامج صحة وسعادة. وما شاء الله الناس عندها وايد أسئلة دقيقة، يسألونك حتى شو يعني من الأشياء اللي وصلتنا، شو نوع، هل هو ثلاثي رباعي، يعني ما شاء الله عليهم الناس يعني ملمين 100% بالتطعيمات ما شاء الله تبارك الرحمن. صحيح. فنحن حبينا أيضا نقول عن أماكن توفر الخدمة، وتقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، وأكثر المتداول حاليا هو بما أنه بداية موسم الإنفلونزا الموسمية هو لقاح الإنفلونزا، وحبينا نأكد هالموضوع ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا للأستاذة أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء، مصطلحنا الطبي لهذا اليوم الاكتئاب، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة، مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نذكركم مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا على الأرقام 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم الاكتئاب. يعتبر الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة، فعلى الصعيد العالمي يعاني أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار من الاكتئاب. الاكتئاب أيضا هو السبب الرئيسي للعجز في جميع أنحاء العالم، وهو أيضا المساهم الأساسي في العبء العالمي الكلي للمرض كما تقول منظمة الصحة العالمية. ويتأثر عدد أكبر من النساء بالاكتئاب مقارنة بالرجال. ومن الاكتئاب إلى إعادة التأهيل وتأثيرها خلال فترة كوفيد 19، فقرتنا لهذا اليوم العلاج الطبيعي والرياضة. معنا الدكتور محمد السويني رئيس قسم العلاج الطبيعي مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله يصبحكم بالعافية والصحة والسلامة. السلام عليكم. مرحبا دكتور، صباح الخير. دكتور محمد، طبعا يعني موضوع إعادة التأهيل وبشكل طبعا ملح مع ظهور مرض كوفيد 19، حيث يعني أصبح العديد من المتعافين من هذا المرض في حاجة يمكن يعني لإعادة التأهيل بسبب فيروس كورونا. لو نسمع منك دكتور مثلا عن مصطلح التأهيل وما العلاقة بموضوع التأهيل وأيضا مرض كوفيد 19. بسم الله الرحمن الرحيم. إعادة التأهيل وتخصص طبي يشرف على تحسين الأداء الوظيفي للجسم من خلال الإشراف الطبي ومن خلال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق وعلاج الأطراف الاجتماعية. أما بالنسبة لجائحة كورونا، فالمعالجين الطبيعيين يقومون بتقديم الخدمات من المرحلة اللي هي العناية المركزة. نعم. إلى ما بعد العناية المركزة، ثم في العيادات الخارجية. ودور إعادة التأهيل في خدمة مرضى كوفيد، لأن مرضى كوفيد بعد العناية المركزة يعانون من هبوط حاد في الأداء الوظيفي، وفي عدد كبير منهم يعاني من ضمور في العضلات وضمور في الأعصاب في وظيفة الأعصاب. دورنا يكون أن احنا نعيدهم إلى استقلاليتهم الوظيفية بسرعة قصوى، وندمجهم في حياة العمل بسرعة قصوى إن شاء الله.
نعم. أيضا دكتور لو توضح يعني هناك طبعا الكثير من المصابين بفيروس يعني كورونا مثل ما نعرف، فهل يعني هناك برامج يعني محددة لهاي الفئة من الناس دكتور محمد؟ ليس هناك برامج محددة بالفعل، لكننا احنا نستقبل الحالات بناء على التحويل من التخصصات المختلفة. فإذا كان الطبيب المراجع لحالة الكوفيد لاحظ ان في ضمور في وظائف المفاصل او في العضلات او في الحركة او في استقلالية المريض، يتم تحويل المريض الى قسم إعادة التأهيل، ومن ثم نقوم احنا بفحص المريض ونشوف وين في المشاكل وين في الضعف، بالتالي نحددها. أما أن يكون في تشخيص أو في برنامج معين لكوفيد ليس هناك، لأن الحالات كلها مختلفة وتختلف من شخص إلى آخر. نعم. عندنا أيضا دكتور استفسار أو سؤال من أحد المستمعين من خلال الرسائل النصية، هل هناك دكتور فئات عمرية يعني ممكن أنهم يستفيدون من برنامج إعادة التأهيل وتأثيرها يعني عليهم بخصوص موضوع الكوفيد 19؟ نحن في مستشفى راشد نخدم معظم الفئات العمرية، ونركز على الفئات اللي هي البالغة. الفئات الأطفال أو من هم دون سن 13 هذه لا يتم علاجهم في مستشفى لطيفة أو مستشفى الجليل وفي مستشفى دبي. نعم. لكن إذا كانت الحالة لها علاقة بمثلا كسر أو عملية ما بعد تثبيت الكسور، فما في سن، ما في سقف للسن أو العمر اللي نحن نعطيه الخدمة. نحن في مستشفى راشد طبعا لأن مثل باقي الأقسام تأثرنا بكوفيد واضطرينا أن نحن نغير طريقة العمل أو آلية العمل أو آلية التعامل مع المرضى لكي نضمن لهم سلامة ونقدم لهم الخدمة لمن يحتاج. حتى لو الخدمة هذه ممكن تكون تأثرت في عدد الجلسات، فنحن نعوضها بالمحتوى، لأن نحن نحاول أن نحن نجنب تعرض المراجعة لخطورة العدوى. صحيح. في جو مثل المستشفى. نعم. يعني دكتور أغلب الحالات اللي موجودة عندكم أو اللي يعني يستفيدون من هالخدمة المرضى اللي موجودين في القسم أو في المستشفى نفسه دكتور محمد؟ أو يتم تحويله من خلال العيادات الخارجية أو المستشفيات الثانية تابعة لهيئة الصحة، يذكر في سبب التحويل شو نوع القصور أو شو نوع الخدمة اللي بنقدمها، ونحن نقبل حالات. نعم. وطبعا إعادة التأهيل في مستشفى راشد مش خدمة سريرية. صحيح. يعني مش خدمة سريرية مستقلة، يعني ما في قسم لإعادة التأهيل. نعم. لكن نحن نقدم خدماتنا في جميع الأقسام، سواء كانت في العناية المركزة أو ما بعدها أو في العيادات الخارجية. صحيح. يعني ممكن أن المريض الدكتور الخدمة السريرية، سامحني، الخدمة نعم. السريرية هي لمستشفى مستشفى راشد، لمرضى مستشفى راشد. نعم. أما العيادات الخارجية فهي مفتوحة للجميع، فممكن الشخص يعني يحضر يتلقى العلاج وممكن يعني يطلع مثل الدي كيس دكتور. نعم نعم نعم. نفحص الحالة وبعد ذلك يتم تحويلها إلى العلاجات المختلفة المتوفرة، ونحدد عدد الجلسات وكثافتهم والهدف الموضوع لهذه الجلسات، ثم نراجع مدى استجابة المراجع لهذا العلاج ومدى تحسنه أو من عدمه. نعم. ومن ثم يتم إعادة فحص الحالة من أول جديد. صحيح. دكتور أيضا عندنا استفسار، هل كل شخص يعني أصاب بفيروس كورونا يحتاج إلى إعادة تأهيل، وما هي يعني الحالات اللي تحتاج إعادة تأهيل؟ لو بس نذكر مستمعينا الأعزاء بخصوص هذا الموضوع. الحالات التي تستدعي إعادة تأهيل ما بعد كوفيد عادة في الأغلبية تكون الحالات اللي مرت بالعناية المركزة ولفترة مطولة. صحيح. فالمرضى اللي يطلعون من العناية المركزة بعد خاصة بعد فترة يعني أكثر من 3-4 أيام يكون في ضمور ما يعادل ب 10% لكل 4-5 أيام تنويم سريري.
صحيح. فتتخيل أنت لما المريض يطلع بعد 20 يوم لازم نبدأ وياه من الصفر. حركة اليد، التناسق، استقلاليته في الحركة من النوم إلى الجلوس ثم إلى الوقوف ثم المشي، ثم تقوية العضلات والمفاصل عن طريق العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي المكثف. نعم. هذه الحالات اللي هي يكون المريض فيها جدا تعب وما يقدر يأخذ باله من نفسه، يعتمد على الآخرين في كل مسؤوليات اليومية اللي احنا نسميها activities of daily living، مثلا اللبس وفتح الشعر والرؤوس مثلا والسبوح. فنحاول نحن نوصل لمرحلة من الاستقلال الوظيفي حسب المراجع والمريض يقدر يعتني بنفسه ومن ثم التقدم يكون أفضل وأفضل وأسرع. نعم دكتور محمد، قبل نهاية يعني الفقرة هاي، لو تحب تعطينا كلمة أخيرة أو نصيحة يعني لمستمعينا الأعزاء في موضوع إعادة التأهيل، وخاصة يعني الفئات اللي تم يعني ذكرها في الوقت الحالي. أرحب بمراجعينا الكرام وأعتذر عن انقطاع الخدمة أثناء كوفيد، لأن هذا ظرف فوق يعني طاقتنا واستيعابنا. في كثير من الحالات لم يعد الاتصال معاودة الاتصال بها أو لم تعاود الاتصال بنا. فإذا في مراجعين انقطعت عنهم الخدمة، أرجو التواصل مع مستشفى راشد قسم إعادة التأهيل حسب نقدر ندمجهم مرة ثانية ونرجعهم للخدمة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور محمد السويني، رئيس قسم العلاج الطبيعي مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا. شكرا دكتور على الخدمات المميزة اللي تقدمونها لمتعاملين هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. العفو منكم، هذا واجب. شكرا دكتور. مستمعينا الأعزاء بناخذ معاكم فاصل قصير، وبعد الفاصل عندنا موضوع مقارب لفقرة الصحة العامة، المخالطون للشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا قبل أن نأخذ فقرتنا المخالطون لشخص ثبت إصابته بكورونا، عندنا اتصال، بناخذ اتصال معاكم. ألو. ألو، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام والرحمة. صباحك الله بالخير، كيف حالك أبوي؟ بالنور والسرور. منو معانا؟ وياك براشد طال عمرك. يا حيك براشد، كيف حالك براشد؟ بخير الله يسلمك. أول شيء مشكور على البرنامج طال عمرك، وجزاكم الله خير من زال حسناتكم. العفو طال عمرك. الله يا طويل العمر، أنا عندي ملاحظة بالنسبة لل أنا كان عندي علاج طبيعي قبل الأزمة، أزمة كورونا طبعا، زين، في جميرة. العلاج الطبيعي اللي هو مال عندي أنا كانت اليد وش اسمه، فحينهم قالوا لي ما أنا ما سرت لهم، أبغى أسير لهم حين، هل لازم أراجع أول الدكتور ولا كيف يا طويل العمر؟ تقصد براشد تراجع الدكتور اللي حولك على مركز إعادة التأهيل؟ إيه بارك الله فيك. بس أنت كنت تتابع براشد في مركز التأهيل صح؟ لا ما أنا ما يتم يعني أول مرة، بس يوم استوى كان عندي موعد، بس استوى علي هجسمه، تعرف أنت يوم استوى المرض هالكوفيد، فأنا ما سرت لهم. نعم، ولكن أنت عندك تحويل للمركز. عندي تحويل. نعم. هل اني اسيل لهم ولا ارجع للدكتور اللي حولني؟ والله طويل العمر، اذا انت حولك الدكتور على مركز التاهيل معناته انه في النظام في السيستم موجود انك انت محول على مركز التاهيل، فما اعتقد انك تحتاج تحويل اخر، ولكن أيوة. انت بامكانك ان تتصل على الرقم المجاني لهيئه الصحه بدبي 800342، او انا بتواصل معك بعد البرنامج وبخلي الشخص المعني يتواصلون معك ويحددوا لك موعد ان شاء الله قريب جدا بخصوص زيارتك لمركز اعاده التاهيل التابع لهيئه الصحه بدبي. شكرا، جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا. الله يحييك براشد، شكرا لتواصلك معنا في برنامج صحه وسعاده. الله يحييك، شكرا.
مستمعينا الأعزاء، فقرتنا التالية فقرة الصحة العامة، وموضوعنا المخالطون لشخص ثبت إصابته بكورونا. تساؤلات كثيرة ومتكررة ومتجددة حول مرض كوفيد-19، ومن بين تلك التساؤلات ما يدور حول الشخص المخالط لشخص ثبت إصابته بكورونا. ما هو التصرف في مثل هذه الحالات؟ وأسئلة كثيرة مهمة يجيب عليها بالتفصيل وبأسلوب بسيط الدكتور عبد الله الرصاصي، رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة الصحة أو حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. الدكتور عبد الله، صبحك الله بالنور والعافية. صباح النور والسرور، وشاكر لكم يعني تحتنا الفرصة للإجابة عن بعض التساؤلات اللي أكيد يعني الجمهور يعني حقيقة يلاقي يعني معلومات مختلفة. صحيح، نعم. دكتور، نحن ما مثل ما ذكرنا يعني في المقدمة بأن هناك الكثير من يعني التساؤلات حول موضوع المخالط. من هو المخالط دكتور، لو تعرفنا من فضلك؟ أول نقولها بطريقة سهلة. طبعا هني مذكور أنك أنت بتشرح بطريقة وبأسلوب بسيط وواضح. يعني تعريف المخالط، نعم، هو الشخص اللي احتك بحالة أثبتت أن هي مصابة بالكوفيد. نعم. شو يعني احتك؟ يعني يالت وياه، أكل وياه، طلع معه إلى مكان مشوار، مثلا ينام معه في نفس الغرفة. صحيح. مثل هاي الاحتكاكات اللي هي قريبة جدا، ولمدة لا تقل عن ربع ساعة وأزيد. نعم. فلما أي واحد يقول مثلا فلان أنا أعرفه أصيب بالمرض بس أنا خطفت عليه سلمت وأنا رايح، هل أنا مخالط أو غير مخالط؟ أقول له لا، أنت غير مخالط. نعم. المخالط اللي يجلس معه في اجتماع مثلا. صحيح. هذا مخالط، ونفس الحالات اللي سبق وذكرتها لمدة ربع ساعة وأزيد. نعم، يعني لابد أن يكون أنه موجود مع الشخص اللي تم يعني ثباته أنه مصاب بالفيروس، يعني من ربع ساعة وفوق. بالضبط. لأن مرات دكتور تعرف حتى في بعض الناس مثلا يقول لك والله أنا مريت عليه أو دخلت أو شفته هو مار، ما أدري هل أنا يعني اعتبرني نفسي مخالط ولا لا. لا، ما هذه الحالة مثل ما قلت يعني ما يعتبر هذا الشخص خالط هذا المصاب بالكوفيد. نعم دكتور، أيضا هل يعني بالضرورة الشخص المخالط بأنه يصاب أيضا بفيروس كورونا؟ لا طبعا، مش معناته أنا خالط شخص معناته أنا إصابتي 100% بتستوي يعني بشكل يعني أكيد. لا، دائما هي عبارة عن احتمالات، في احتمالية تصاب في احتمالية ما تصاب. صحيح. نعم دكتور، وكيف ممكن يتم يعني كيف دكتور يتأكد المخالط أنه يعني غير مصاب؟ هي طريقة واحدة للمعرفة اللي هو فحص الكوفيد نفسه. دكتور عبد الله، عفوا المقاطعة، بس بناخذ مداخلة معنا الأخت أم راشد. مرحبا أختي أم راشد، وصبحت الله بالخير والعافية. النور والسعادة، حالكم؟ يومكم سعيد. الله يبارك فيك يا أم راشد، الله يحييك، تفضلي طال عمرك. أنا عندي مداخلة على نفس الموضوع. أنا بنتي أصيبت بالكوفيد. نعم. والمفارقة إن إحنا يعني كنا يعني اليومين اللي قبله كنا يعني محتكين فيها بطريقة غير طبيعية، يعني ماكلين مع بعض، على قولتهم متحاضنين مع بعض، راكبين نفس السيارة يعني فترات طويلة، يمكن أربع ساعات نفس السيارة. يعني هي كانت مسوي الفحص قبلها بيوم، فطلعت نتيجتها اللي عقب يومين يعني تفاجأنا إن هي مصابة. فلما إحنا صرنا يعني البيت كل سعد استنفار يعني. صحيح. لما سوينا الفحص اللهم لك الحمد والشكر يعني إن ما حد انصاب، حتى أختها الصغيرة اللهم لك لأني تنام وياها في نفس السرير الحمد لله إن هي ما أصيبت يعني، وردينا عدة الفحص مرة ثانية الحمد لله إن ما في إصابة. فأنا سؤالي، هل هو فعلا ينتقل
عن طريق مثلا اللمس، اني انا محتكة بهذا الشخص، يعني مفارقة غريبة، يعني شيء غريب يعني. نعم دكتورة بيرد، عفوا أم راشد بيرد علينا في هذا الموضوع. دكتور عبد الله تفضل. دكتور عبد الله شكرا أول شيء على الأسئلة. حقيقة هو المرض الطريقة الشائعة للانتقال اللي هو القطاط. نعم هذا أشهر طريقة للانتقال. ليش؟ لأن الفيروس يعيش في الأنف ويعيش في الحلق. اللي يستوي أنه إذا شخص عطس أو كح على سطحة أرضية معينة، على أغراض، في احتمالية أن شخص آخر يجي ويحط يده على السطحة هذه، على الأرضية هذه، ويقوم بلمس أنف، لمس عينه، وبالتالي ينقل المرض إليه. مثل ما قلت سابقا، مع كونك أنت خالط مصاب كوفيد مش معناته أنت 100% راح تأخذ العدوى. في ناس حسب يعني مناعة تلعب دور، حسب المدة صحيح الزمنية اللي خالط فيها شخص تلعب دور. فأكثر من عامل ممكن يساهم في إصابتك أو أنك ما تصاب بهذا المرض. مثل ما تفضلت لك وقالت يعني حتى اللي وياها ما اللي راقده وياها ما اخذت العدوى، اما الناس الثانيين من افراد الاسره خذوا العدوى، وهذا بالضبط مثل ما قلت يعني من شويه. صحيح صحيح. ام راشد شكرا لتواصلك برنامج صحه وسعاده، شكرا جزيلا. دكتور نرجع لموضوعنا، ويعني هل في موضوع المخالط الحجر المنزلي ضروري؟ وش نقول الحجر بشكل عام ضروري لأي إنسان خالط مريض كوفيد. بالنسبة للحجر في المنزل أو حجر مؤسساتي يعتمد هل الشخص هذا ساكن في مكان مهيئ للحجر. إذا كان هو مثلا ساكن في 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 مثلا سكن مشترك، ما ناخذ نحن الرسم ونقول له تم في سكن مشترك. نعم. ممكن هذا المخالط يتحول إلى مصاب كوفيد ويعاد الناس اللي حواليه. أما إذا كان مثلا هو عنده غرفة روحة، حمام روحة، يقدر أنه يعزل نفسه عن أفراد الأسرة، نقول له ما في مشكلتي لسه في البيت، تراقب بنفسك، تراقب إذا طلعت عليك أعراض خلال 14 يوم القادمة من تبين إصابة الشخص اللي أنت كنت مخالطنا بالكوفيد. نعم. دكتور عبد الله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتور، شكرا ما قصرت. شكرا شكرا الله يسلمك. شكرا مستمعينا الأعزاء، فقرتنا القادمة تطعيم الإنفلونزا، وضمن طبعا استعدادات هيئة الصحة بدبي لموسم الإنفلونزا الذي بدأ العالم يستقبلها الآن، حرصت هيئة الصحة بدبي على توفير التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية، وبدأت فعلا الهيئة بالفعل في استقبال الراغبين في التطعيم بدبي في مراكزها الصحية. وطبعا لأهمية هذا الموضوع والتعرف إلى تفاصيله والفئات المستفيدة منه، يسعدنا ويشرفنا دائما أن يكون معنا على الهواء مباشرة الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. دكتور علي صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالخير أخي عبد الله. الله يحييك دكتور، طبعا وجودك اليوم مهم لأن هناك الحقيقة الكثير من التساؤلات في موضوع تطعيم الإنفلونزا، لو أمكن دكتور توضح لنا الفئات المستهدفة من هذا، وهل التطعيم مجاني؟ أول شيء طبعا أخوي عبد الله مشكور على الاستضافة وجزاكم الله الخير، والله يوفقكم على البرنامج الممتاز والناجح هذا. طبعا هيئة الصحة في البداية هي يعني بدأت كل جهودها من القيادة العليا وإلى موظفين إنهم يسعون لتوفير طبعا حماية المجتمع، ومن ضمن حماية المجتمع طبعا هي
أشياء كثيرة عملت في الماضي وأيضا تعمل إن شاء الله في المستقبل. من ضمن حماية المجتمع هي تواجد مطعوم الإنفلونزا للمجتمع. قبل لا يعني أقول المستهدفين بس خلنا أقول المطعوم هو نفس الإنفلونزا. طبعا الإنفلونزا هي عدوى تصيب الجهاز التنفسي وممكن يصير مضاعفات خطيرة لهذا، ولذلك المطعوم هذا أو التطعيم وجد طبعا يقي الناس من الإصابة بالإنفلونزا اللي قد تسبب على أمراض وطبعا خطيرة ومضاعفات كثيرة خاصة عند بعض الفئات. أيضا المطعوم هذا طبعا يتغير سنويا، فإحنا لازم نعرف أن إحنا نقول يمكن في تساؤل، يمكن ليش يأخذنا يأخذنا كل أسبوع أو كل سنة؟ ليش يأخذنا كل سنة المطعم؟ ليش كل سنة إحنا نأخذه؟ ليش ما يكون مثلا مفعولة 5 سنين؟ لأن الفيروس هو يغير من سلالته، يغير من شكله، فما ممكن ينعطى نفس يعني المطعم السابق يحمي للسنة اللي بعدها. أيضا هو طبعا يكون في مضادات في الجسم هي التي تحمي، هاي المضادات تكون تقل في الجسم. نعم صح. فهذا هو المطعم. طبعا يجب يعني احنا نشجع المجتمع انهم ياخذون هذا المطعم، لان هذا بيقيهم من عدوى الانفلونزا اللي هي قد تكون خطيره، ايضا قد تتسبب في يعني تشابه او تشكيك هل هو مثلا هذا المرض او هذا المرض. طبعا ويجب يعرفون الناس شيء واحد مهم جدا، انهم لما ياخذ اللقاح او المطعوم هذا طبعا ما يكون يعني مباشره هو صار عنده مناعه. المطعوم ياخذ اسبوعين لما يعطي مفعوله. صحيح. ويعني هذه الاشياء لازم معرفتها. وايضا طبعا هو مطعوم جيد وممتاز. هيئه الصحه من طبعا يعني بذلت كل جهودها انها توفر لهم المجتمع التطعيم اللي هو رباعي، اللي هو افضل من الثلاثي. الرباعي هو يقي الى سلالات اكثر، يحمي حمايه افضل من خبرتنا الماضيه، ان الرباعي يكون يعني حمايه للانسان افضل. ومن من من خبرتنا في السنوات السابقه اللي اخذوا الرباعي كان يا اما ما يصيبهم في السنه الانفلونزا او اذا اصابتهم تصابهم ضعيفه غير الثلاثي. الحين انت سألني سؤال مهم جدا اخوي عبد الله، وانا سامحني يعني دخلت في شيء ثاني، بس الفئه المستهدفه هم صحيح. المواطنين طبعا جميعا يطعمون مجانا، هذا واحده. المقيمين في إمارة دبي، اللي هم مقيم في إمارة دبي ويحمل يعني قامت في دبي. نعم. طبعا يكون رسم التطعيم 50 درهم، لكن تستثنى من هذه الفئة، منها من مقيم فئة المقيمين، فئة المسنين فوق 65 سنة، الأطفال. نعم. دون الخامسة، الحوامل وأصحاب الهمم. إحنا هذه طبعا إذا كان في هناك أمراض مزمنة معينة يصير المريض عند الطبيب المختص ماله، وطبعا الطبيب أكيد أن أكون عنده ملف إلى المريض، وهذا الشخص حتى ساعته طبعا يكون شيء ثاني اللي تنحل مشكلته في التطعيم. صحيح. هذه هي الفئات اللي هي مستثناء، فئات المسنين واللي هي المقيمين في إمارة دبي. طبعا يدفع 50 درهم رسوم التطعيم، لكن إذا كان هو من المسنين فوق 65 سنة أو أطفال دون 5 من عمر أو حوامل أو أصحاب الهمم فهم يستثنون من دفع 50 درهم، سيعطونهم مجانا. صحيح. دكتور، هل متوفر الآن التطعيم؟ ومثلا لو تبلغنا عن المراكز المتوفر فيها التطعيم في دبي. التطعيم أخي عبد الله متوفر في كل يعني مستشفيات ومراكز هيئة الصحة التابعة لهيئة الصحة في دبي، وناخذها. طبعا في مراكز اللياقة الطبية موجود طبعا فاتحة، هي من يوم الأحد للخميس من 7 صباحا إلى 7:30 مساء، والتطعيم موجود ويمكن التوجه لمراكز اللياقة التطعيم ويعطى بدون حتى حاجة الموعد. يعني أنا أتكلم عن مركز سالم الذكي في سيتي وورك، مركز أب تاون في مردف، مركز أبراج بحيرات جميرة، هاي ثلاثة مراكز. فهناك ينعطى في مراكز اللياقة الصحية وموجودة، هي فاتحة من 7 صباحا إلى 7:30 مساء، وممكن يأخذه المطعوم. أيضا هذا في مراكز الرعاية الصحية الأولية متواجد، يعني نتكلم عن كل المراكز اللي هي بدع والسيدي والمنخول والصفا وند الشبا وزعبيل والمزهر الصحي والطوار الصحي، هذا متواجد من يوم الأحد إلى يوم الخميس
فاتحة والمطعوم موجود ممكن طبعا الشخص يأخذ من 7:30 صباحا إلى 9:30 مساء. في مركز الممزل الصحي طبعا هو مركز للنساء والحوامل فقط، وموجود أيضا تطعيم في من 7:30 إلى 9:30 مساء، 7:30 صباحا إلى 9:30 مساء. في مركز الخوانج الصحي لا لن يعطى التطعيم، لأن هذا المركز حول إلى مركز تقييم حالات الكوفيد. صح. نعم. مركز البرشاء ومركز نزل الحمر هي مراكز فاتحة 24 ساعة، لكن تعمل 24 ساعة، لكن هي يتم توفير التطعيم من 7:30 صباحا إلى 9:30 مساء، لأن مساء بالليل يكون هي استقبال الحالات الطارئة والإمرجنسي كيس. في المراكز الرعاية الصحية الأولية طبعا يجب أخذ موعد قبل الذهاب إلى الأماكن هذه إلى المراكز، فيحتاج إلى موعد مسبق للتطعيم عن طريق الاتصال برقم مجاني له 800-342. في شيء ثاني طبعا تكلمنا عن المراكز الصحية الرعاية الصحية الأولية وفي مراكز الذكاء الطبية. ممكن يسأل واحد يقول يعني والمستشفيات ما فيها، أنا عندي موعد وسيء مثلا ما في من مستشفى؟ لا، موجود في المستشفيات، مستشفى دبي ومستشفى راشد ومستشفى لطيفة ومستشفى حتى متواجد فيها من تطعيم. يعني واحد لو صار عنده موعد عند شيء معين في أي أحد المستشفيات وحب يأخذ التطعيم، من هناك موجود التطعيم وممكن يأخذ هناك، ما في داعي يسيد أي مراكز الرعاية الصحية الأولية. نعم دكتور، بس نحن حابين نوضح لمستمعينا الأعزاء بأن حديثنا نحن اليوم مع الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة بدبي عن لقاح أو تطعيم الإنفلونزا وليس لقاح كورونا، بس للتوضيح. دكتور عندنا بعض نعم تفضل دكتور. كنا نقول عبد الله اليوم كل كلامنا نحن عن لقاح الإنفلونزا. نعم. اللي هو يحمي الناس من مرض الإنفلونزا، من الإصابة بمرض الإنفلونزا، اللي هو طبعا في شيئين في مرض الانفلونزا، في امراض ثانيه اللي هي البرد وهذا، لا احنا نتكلم عن مرض الانفلونزا. وهذا اللقاح اللي هو رباعي، اللي هو كل سنه احنا نستلمه، بس بعض احيانا كان في متواجد من الثلاثي في من الرباعي. احنا نتكلم احنا هيئه الصحه وفرت الرباعي لتحمي حمايه المجتمع بشكل افضل، وايضا هو للانفلونزا، يحمي من الانفلونزا. صح دكتور، عندنا مداخلة بس من أحد المستمعين ويقول أنا من أصحاب الهمم، هل أدفع لأبنائي وزوجتي تطعيم الإنفلونزا؟ إذا هو من أصحاب الهمم تنطبق عليه طبعا شنو إنه هو يأخذ مجانا، أما غيره لا، إذا ما من أصحاب الهمم يدفع لهم. نعم صحيح. دكتور علي، عندك أي كلمة أو نصيحة أخيرة لأفراد المجتمع بخصوص الموضوع اللي نتكلم عنه، تطعيم الإنفلونزا؟ طبعا أول شيء احنا نشكر الإدارة العليا على رأس معالي المدير العام حميد القطامي أنه على الجهود وعلى الدعم لتوفير هذا التطعيم، هذا الشيء الأول. وأيضا ما ننسى طبعا القيادة اللي هي القيادة العليا في الإدارة العامة في هيئة الصحة. نتمنى من المجتمع انهم طبعا يتجاوبون مع الحملة هذه، مع التطعيم. التطعيم هو من طبعا مهم جدا خاصة في فترتنا هاي، لان حتى في يعني انه يحمي ويقوي مناعة الإنسان، مناعة الجسم، شيء مهم جدا خاصة السنة هذه. ونتمنى طبعا من الكل انه يعني يشوف يعني يتفاعل بشكل إيجابي مع أخذ المطعوم هذا. وإن شاء الله طبعا نتمنى أيضا من الدكاترة والأطباء كل التوفيق، ونتمنى لهم كل طبعا النجاح في هذه الحملة. الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأشكر شكر جزيل على متابعتكم مستمعينا الأعزاء لبرنامجنا لهذا اليوم، وشكر خاص أيضا لفريق العمل اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق
والمتابعة والإخراج مخرجنا المبدع الأستاذ نمر محمد، وشكرا لزميلتنا آمنة العلي أيضا، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم بالصحة وسعادة وإجازة سعيدة للجميع. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.